والدي يساندني الآن يا بيلين، وهو يقف معي ضد موضوع طرد العمال. إذا كابوتشي هو الذي يصر على ذلك. صحيح، وفرناندو أيضا لا يريد التنازل. الاثنان؟ كنت أتوقع هذا من كابوتشي، فأنا أعرف كيف يفكر، ولكن ما لا أفهمه موقف فرناندو. لما؟ في الاجتماع الماضي كان أكثر مرونة، فما الذي غيره فجأة؟ هل هذا بتأثير من دولوريس؟ لا 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 لا، هذا ليس أسلوب فرناندو. في النهاية إنها ابنته، وأنت كنت السبب في تركها لخطيبها. هذا ما يبدو، لكنهما منفصلان منذ وقت طويل. مارتن، على كل حال إذا طرد عامل واحد فسنعلن الإضراب. حسنا، هذا حقكم وأنا لن أتدخل بقراراتك. سأذهب إلى المصنع بعد قليل. ما رأيك أن نذهب معا؟ لا لا لا، أريد أن نشاهد الآن معا. حسنا، كما تريدين. يجب أن أغادر الآن، وأنا سأرتب حاجات سول. هل سأراك مساء اليوم؟ في الساعة 10، ما رأيك؟ رائع. حسنا، إلى اللقاء. سول، تعالي وأحضري حقيبتك. حاضر. تفضلي، سأحضر بقية الأشياء. لا تتلكئي. ملاحظة من المعلمة. سول؟ نعم. لما لم تقولي إنك في حاجة إلى زي قطة؟ ألم أخبرك؟ لا، وعليك أن تأخذيه غدا. نعم، هناك حفلة تنكرية في المدرسة. لما لم تخبريني من قبل؟ نسيت. نسيت؟ هذا العذر يستحق العقوبة. اطمئني، سأخيطه لك. أتريدين سكرا؟ لا شكرا. إذن ما رأيك أن تأخذي شوكولا؟ هيا. ها؟ ميلي، ما الأمر؟ تريد أن تتحدث إليك، يبدو أن الأمر سري. إلي؟ ما هذا الأمر؟ ما بك، إنه سر، فاحترم رغبتها. هيا بنا يا فالنتينا لندعهما وحدهما. المعذرة. حسنا، أكملي الشاي. لا شكرا، اكتفيت. بماذا أساعدك؟ أسفة للمجيء دون موعد، ولكن هنالك أمر يقلقني كثيرا. نعم، وأنت من يستطيع مساعدتي. قولي، ما الأمر؟ فلاي. ها؟ فلاي شقيق جيمينا. تذكرته. جيمينا حزينة لأجله، لقد اعترف وأعيد إلى الإصلاحية. لم أفهم ما ترمين إليه. سأشرح لك. فلاي اعترف، وهذا يعني أنه يريد التحسن. يجب أن نساعده، وأنت تستطيع فعل ذلك. لا أظن. سيدي، تستطيع أن تتحدث إلى القاضي وتطلب إليه خدمة، أن يرسلوه إلى ميتم جيد يشبه ميتمنا مثلا. ميلي، أتحبين الميتم؟ نعم أحبه، وأعتقد أن فلاي إذا عاش في ميتم مثله وعمل جيدا فسيتحسن حتما، صدقني. ميلي، أتيت إلى هنا لتطلبي شيئا من أجل الغير؟ نعم. حسنا، بما أنك هنا أطلبي شيئا لنفسك. لي؟ حذاء جديدا أو ثوبا أو غيره. أشكرك، لا أريد شيئا، فقط ساعد فلاي، وهذه أفضل هدية لي.
ولن أنسى هذا المعروف أبدا. أهذا كل ما تريدينه؟ نعم، فلاي سيصبح بخير وصديقتي جيمينا ستفرح، وهذا ما أتمناه. حسنا، ثقي، سأحاول مساعدته. شكرا. لا داعي. حسنا، تأخر الوقت ويجب أن أعود. إلى اللقاء ميلي. نعم. أنت لطيفة. شكرا. لديك أخبار عن أبي؟ نعم، لقد جاء إلى منزلي. إلى منزلك؟ في الحقيقة يمكنك القول إنها كانت زيارة بالقوة، لأنه اختبأ بالقرب من باب الشقة ودخل معي عندما كنت أدخل. فيرو يا عزيزتي لا تقلقي، فهو لن يؤذيني أبدا. فظيع، لابد أنك خفت كثيرا. نعم، فهو رجل عنيف وخشن. ماذا قال؟ قال سيأتي لرؤيتكما. لا، لا تسمحي له بالمجيء إلى هنا. بالتأكيد يا عزيزتي لن أسمح له بهذا. لقد غضب علي كثيرا لكنني تمكنت من تهدئته. وكيف هدأته؟ كلمته، أقنعته بضرورة تأجيل هذا اللقاء، لكنني لا أعرف. فيرو، لا أقصد أن أخيفك، ولكن عليك أن تعرفي كل شيء وأن تكوني حذرة جدا. ماذا تقصدين؟ حسنا، قد يحاول التقرب إليك أو إلى أختك. إذا فعل فعليك أن تخبريني بأقصى سرعة. نعم، هذا كل شيء. خذي. لا أريد. أدوات منزلية بأسعار زهيدة. تفضل، تفضل يا سيدي. هل تحتاج إلى بعض الأواني البلاستيكية؟ كهذه مثلا. إنه الرجل نفسه، لقد عاد، ولكن لماذا يبدو حزينا مسكين؟ ماذا تفعلان؟ كبيرة بوتشي، لا عليك، يمكنك أن تختار أي واحدة. فلديه ستقع الأواني فوق رؤوسنا. حسنا، انظر إلى هذه، ما رأيك فيها؟ هاتها، أعتقد أنها مناسبة. من الأفضل لنا أن نأخذ رأي سافيريو. سينصحك بواحدة سيئة. أعرف. لست غشاشا، لكن هناك أوان لا أتخلى عنها. ولماذا لا تتخلى عنها؟ إنه الإخلاص. لنتابع. حسنا، سأحسم الأمر. هذه مقلاة جيدة، لكنها قديمة جدا، ليس كذلك؟ لن أعطيك إياها، فهي أفضل مقلاة عندي. هذه؟ نعم، فكلما كانت المقلاة أقدم كان الطعام المطبوخ فيها أشهى. لن أستطيع المساعدة. حسناً، انتظرا لنرى. هذه مناسبة، انظر إنها صغيرة. ما أعطي غيرها يا سافيريو. كفى، دع قطع الجوز من يدك. الحمد لله أن صديقيكما الآخرين لم يأتيا معكما إلى هنا. لا لا، إنهما ينتظراننا في الصالة. اذهبا إليهما. ترى كيف سيفرش بوتشي منزلها؟ ما رأيك في هذه؟ ما بك، لن يعطونا إياها. قد نستطيع إقناع الأنسة جينيت. لا، إنه من سابق المستحيل. لا تكن متشائما. إلى أين أنتن ذاهبات؟ سنزرع الكرة في الحديقة، هل تأتي معنا وتساعدنا؟ إنها تسخر مني، أعطني إياها. لا، أريد أن أتأكد إن كانت صالحة للزراعة. مزارع، لا تخافي يا صغيرتي، ستكون في أيد أمينة. هيا خذ. أعطينا إياها. لا، أيتها الحمقاوات، لقد أذيتن عيني. ليس ذنبنا، لم نفعل. صبيان الحي الأشرار، هكذا نحن بافتخار، نخاطر من أجل الصحبة باستمرار. لسنا أنذارا أو أبرياء، لكننا لا ننسى الوفاء. الحب في قانوننا دوما
الاختبار صبيان الحي الأشعار هكذا يدعوننا لا مكانة للأسرار في عصابتنا المجنونة لا ننسى عهدنا بالذات بأن نبقى في المجموعة بالحب نضمن الثبات على الوعود المقطوعة هكذا نحن بافتخار نخاطر من أجل الصحبة باستمرار لسنا مارو نهضي هيا ما بك أنت لم تكتبي واجباتك وهذا يعني أن المعلمة ستعاقبك ميلي حلمت حلما غريبا وهل كان حلما مزعجا؟ لا لم يكن كابوسا لقد رأيت ذلك الرجل كنا نجلس معا كان حزينا كعادته وفجأة أخذ يبكي فاقتربت منه وعانقته فابتسم لي وأين الأمر الغريب؟ الغريب أنني شعرت به كأنه والدي لا تستغربي يا مارو هذه الأشياء تحدث عادة لكنها أحلام فقط صحيح هل قابلته ثانية؟ لا لم أفعل حسنا انسي هذا الأمر الآن وابدأي حالا بكتابة واجباتك ميلي لقد كذبت رأيته في الحديقة وتحدثت إليه؟ لا تذكرت ما قلته لي فلم أحدثه مع أنني كنت أرغب في ذلك أنت تهتمين به كثيرا نعم ولكن هذا يحدث على رغمي الفتيان سعيدون جدا بحصول بوتشي على الشقة أرجو أن لا يرتكبوا أي حماقة لا لا تقلقي إنهم يطيشون أحيانا لكن ليسوا سيئين صحيح هل تدري؟ اليوم سأعمل خياطة خياطة؟ من أجل سول فلديها حفلة وستظهر بزي قطة ستكون جميلة جدا نعم يجب أن أجهزه بسرعة لما لا تقومين بشرائه من المخزن؟ لا لا بيلين أنت تعودين من العمل متعبة وليس لديك وقت لإنجازه أريد أن أصنعه بنفسي هذا سيشعرها أنني مهتمة بها كلارا ستساعدني أعتقد أنك محقة حسناً لن أستطيع الخروج معك الليلة لماذا؟ من أجل سول ولن أضبها حسناً وضعت حجة مقنعة لا بأس سوف أبقى في البيت وأراك غداً مارو إذا رأينا ذلك الرجل هنا فسنقترب منه لكن بحذر موافقة وعلينا ألا نبالغ في إظهار اهتمامنا به لابد أنك ستحبينه فهو رجل لطيف حسناً لكن إذا رأيت شيئاً لا يعجبني فسنغادر بسرعة موافقة مع أنني موقنة أن شيئاً من هذا لن يحدث لا تقلقي سنرى أين هو؟ إنه هناك لقد كان يقف هنا هنا؟ لكنني لا أجده الآن لا تهتمي مارو ربما يبيع في مكان آخر جئت لأراك هل أزعجتك؟ لا ولكنك فاجأتني كلارا لن تساعدني على صناعة الزي لسول ففكرت قليلا وقلت سأذهب إلى مارتن وأصنعه هناك أتسخر مني؟ لا أنا سعيد بمجيئك هل أعد متطفلة؟ لا أفهم لماذا تقولين هذا أنا أيضا اشتقت إليك ماذا كنت تفعل؟ لا شيء كنت أراجع بعض الأوراق وأستمع إلى الموسيقى أما الآن ففي إمكاني أن أحضر الشاي لنشرب معا ما رأيك؟ حسنا اتفقنا هيا بينما أصنع الشاي على الآنسة بيلين أن تتصرف وكأنها في بيتها اسمحي لي بمساعدتك هاتي هذه وهذه أيضا لا يمكن أن تبقي دون طعام وإلا ستمرضين لماذا لا تدعينني وشأني؟ أنا والدتك وتهمني مصلحتك ولهذا أبلغت توبياس بسري دولي لا تغضبي علي إنني أحاول أن أساعدك فأنت وحيدتي أتسخرين مني؟
تعتقدين أنه إذا تزوجت فستنتهي مشكلتي؟ ولكن يجب أن نفعل شيئا. أرجوك كفى كفى، سأواجه مشكلتي وحدي. عندما كنت في لندن كان لدي صديق من سيلان، وقد علمني طريقتهم الخاصة في تحضير الشاي. جيد، والآن تذوقي وأعطني رأيك به. حسنا سنرى. أعجبك؟ في الحقيقة إنه شاي لذيذ جدا. إذن نجحت في الامتحان. جيد، والآن انظر إلى هذا الزي وأعطني رأيك به. بكل صراحة؟ نعم أريد رأيك بصراحة. دعيني أرى. أولا الأكمام طويلة. لا، طولها مناسب. مستحيل. ثانيا هنالك واحد أطول من الآخر. حقا؟ نعم انظري. لا لا إنه سيء جدا. بيلين لا تغضبي، لا زال في إمكانك إصلاحه. سول ستبدو فيه مثل أحدب نوتردام، أو مثل قطة مرت فوقها شاحنة ضخمة. أتسخر مني بينما أنا في مشكلة؟ شرير. اسمعي أيتها الفتاة، إياك أن تضربيني ثانية وإلا غضبت، وعندها سأصبح شريرا فعلا. أرني هذا. حقا؟ لا أنصحك. إنهن حزينات لما حدث مع فلاي، لقد جعلنا نحزن جميعا. لكن حزن أختي مختلف. لماذا؟ لأنها لا تحزن هذا الحزن من أجل فتى. أنا قلقة بشأن جيمينا، أخبرتها أن السيد راميرو سيساعد أخاها وظلت مكتئبة. لنفعل شيئا يفرحهن. أستطيع أن أغني لهن أغنية جميلة، ما رأيكن؟ نريد لهن أن يفرحن لا أن يهربن من الميتم معا. جيد، سأبلغكما خبرا مهما. ما هو؟ مستعدان؟ وهل يحتاج هذا الخبر إلى استعداد خاص؟ سيغير حياتي وحياتكما أيضا. سأتزوج توبياس. حاولت أن تبدو هادئة وواثقة، ثم أعلنت أنها ستتزوج توبياس. حقا هذا مفاجئ. صباح الخير، سأعد لك فطورك. هل صنعت زي القطة؟ لم أنهه. لكن لنلقي عليه نظرة أنا وكلارا. لا بأس، أحضريه يا كلارا. حسنا كما تريدان. إنه واسع بعض الشيء وطويل جدا. لا تهتمي سنرى. عندما يصبح الزي مهيئا ستكونين أجمل قطة. سول اذهبي وارتدي ملابسك بسرعة. هيا. سأذهب. إنه زي سيء جدا، فكيف أصلحه؟ يمكنك أن تفعلي هذا، لا تيأسي. ليس لدي وقت لهذا، بعد أن أنهي عملي في المصنع لدي اجتماع مع العمال. أنا آسفة، لا أعرف الخياطة. حسنا سأتدبر أمري. أشعر اليوم بحماس مفاجئ واندفاع للعمل. هذا رائع يا مارتن، رائع. لا ترتبط بمواعيد الليلة، مدعو إلى الافتتاح. افتتاح؟ نعم، لحفل افتتاح عشيبوتشي. عش؟ نعم، هذا هو الاسم الذي أطلقناه على الشقة التي استأجرها، وقررنا أن نقيم لها حفلة صغيرة ندعو إليها بعض الأصدقاء. أها، وهل بيلين مدعوة أيضا؟ بالتأكيد، بيلين وكلاريتا وأنت وجميع الأشخاص الذين حاولوا مساعدة بوتشي. آسف لا أستطيع المجيء. لا لا يمكنك أن تفعل هذا يا مارتن، حضورك مهم جدا، أصدقائي يحبونك كثيرا ولقد وعدتهم أن تكون موجودا. لا تخيب أملي. حسنا يا بيغمي، سأتدبر أمري وآتي. لا يعقل أن تغيب عن حفلتنا. قلت لك سآتي، اطمئن. شكرا لك يا مارتن. انتظر. ماذا؟ إضافة إلى مجيئك يمكنك أن تحضر معك بعض الفواكه والخضر والمعلبات، ولا بأس ببعض الشطائر الجاهزة والمقبلات، وأيضا أحضر بعض اللحوم المشوية أو السمك، ما رأيك؟ ممكن. يا لها من دعوة رائعة حقا. هل ستطلبون إلى كل مدعو أن يأتي إلى الحفلة حاملا في يده سلة طعام؟ حسنا سأحضر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يده ثقيلة. ما هذا؟
مرحبا. ما هذه الألعاب؟ أنت تعطلني عن عملي. لا أقصد هذا، إنها مزحة وأردت أن أبهجك. ماذا تفعل هنا؟ أنا جئت لأراك وأشكرك على ما فعلته من أجلي، كنت رائعة. لا عليك، أنت تستحق. شكرا لك. وهذه الليلة سترين أن بوتشي أصبح مهذبا. الليلة؟ نعم، فأنت مدعوة إلى حفل افتتاح منزلي، سيكون هناك مارتن وسافيريو بيلين، حفل صغير وهادئ. أرجو هذا، ولكن إذا لم تحافظ على قوانين الشقة سأحافظ عليها يا كلارا، أعدك، وسوف ترين. أرجو أن تهدأوا أيها الأصدقاء حتى تستطيعوا سماع الأخبار الجديدة. حسنا. تعلمون أن الشركة تفكر في طرد بعض العمال، لذا اجتمعت معهم وبينت لهم موقفنا. أخبرتهم أننا لن نوافق على طرد عامل واحد، وطالبتهم باحترام الاتفاق الذي وقعناه، وإذا فصل أي عامل فسنعلن الإضراب عن العمل ونوقع الشركة في مشكلة كبيرة. أنصحك أن تأخذي الأختين لزيارتك ولن تندمي. لا أدري، إنها الطريقة الوحيدة لجعل مارو تزورك. ألا تأتي وحدها؟ لا، إنها ترفض، لذا خذي الأختين. أتظنين أن زوجك سيرفض؟ لا، إنها زيارة واحدة فقط، ليس فيها مشكلة. إذن لم يعد هناك أي مشكلة. المشكلة هي ارتباط مارو بأختها، وأرى أن من الظلم أن نفرق بينهما. ليتني أستطيع الوصاية عليهما، لكن كم أنت رقيقة. أشكرك، أحببت مارو كثيرا، لذا أهتم بمشاعرها. ولهذا خذيها إليك. أتمنى، ولكن يبدو أنه مستحيل. أعدك أن يصبح هذا الأمر ممكنا. كيف؟ بالاعتماد عليك. لكنني لا أستطيع إرغام مارو على فعل ما لا تحبه. المسكينة مارو تعاني فقدا عاطفيا، وهنا دورك. أشعريها بحبك وعوضيها عن كل شيء. مارو، ماذا تفعل هنا؟ أستريح قليلا، بعد قليل سأخرج وأتابع البيع. أنت مريض؟ لا، لا تقلقي علي، أنا أشعر بالبرد قليلا. خذي، ارتديها، ستشعرك بالدفء. لماذا لا تحاول البحث عن عمل أفضل؟ أنا أحاول، فرص العمل قليلة جدا يا عزيزتي. نعم، لكن أستطيع مساعدتك. غدا سأسأل المديرة، فقد تجد لك عملا. لا 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 لا، لا أرجوك لا تسألي أحدا. صحيح أن عملي متعب جدا، لكنني أحبه. لكن لماذا تلك النظرة الحزينة على وجهك؟ لا شيء، لا شيء. لابد أنك قضيت أوقاتا عصيبة جدا. صحيح، لكنني الآن بخير. مارو، سأطلب لك شيئا لتشربيه. لا لا داعي، شكرا. أتخافين مني؟ لا أبدا، لكن لا تنفق نقودك علي، أنت تتعب حتى تحصل عليها، فوفرها لنفسك. صغيرتي، آسف. لا لا يهم. مارو، أرجو منك أن تقبلي دعوتي على كأس من الشوكولا الساخنة. حسنا، لكن بسرعة أرجوك حتى لا أتأخر في العودة. أجل فلاي، تماما، أبدا. لا أيها القاضي، لست مدينا لي بشيء. سأكون سعيدا إذا قدمت لي هذه الخدمة. نعم،
أشكرك. أراك قريبا. حسنا. هذا الأمر سيسعد ميلاغروس. نعم، فلاي شقيق إحدى فتياتنا، فلماذا لا نحاول مساعدته؟ قد يتحسن. مستحيل، ذلك الفتى ولد بين اللصوص وسيعيش مثلهم. كارمن، بهذا التفكير تهدمين كل ما بنيناه في الميتم. لما؟ عندما أسسنا ميتمنا أردنا مساعدة المشردين، وفلاي أحدهم. نعم صحيح، ولكنني حتى الآن لم أفهم ماذا فعلت لتأسيس الميتم. كيف؟ أنت لم تكن تهتم بأي نشاط اجتماعي ولا بمساعدة الناس المحتاجين. بعض التصرفات ليس لها أي تسويغ. نعم، ولكن ليس عند راميرو. المعذرة. نعم، أهلا فرناندو. اسمعني، لدي مشكلة أخطر من العمال. إنها بيلين، حرضت العمال على الإضراب وتهددنا. نعم أعرف هذا راميرو، الموقف صعب جدا. حسنا لا تقلق، المهم ألا يعلم كابوتشي بشيء. مندوبة العمال؟ حسنا دعها لي. أنا سعيد جدا بزيارتك لي. إنها ليست زيارة. يا لخيبة الأمل، ظننت أنك قد اشتقت إلي. لقد اشتقت إليك كثيرا. جيد، لكن ليس لديك وقت لمارتن، أنت منهمكة في الخطابات. هل علمت؟ بالتأكيد. لا، ما أريده أمر شخصي. إذا كنت تريدين دعوتي إلى الغداء خارجاً فأنا مستعد. إذن هل تتذكر زي القطة الذي كنت أصنعه لسول؟ صحيح، ما الذي حدث له؟ إنه مخيف ولا يصلح أبداً. لا بيلين، أنت مندوبة العمال وتخططين للإضراب وتلقين خطابات، ولست مصممة أزياء. تسخر؟ أنا لا أسخر، أنا أمزح معك. الآن سأتصل مع بيغمي. حسناً، ماذا ستقول له؟ سأطلب منه أن يشتري زي قطة. فكرة جيدة. مارو؟ ميلي؟ ماذا تريدين؟ لماذا تخدعينني؟ أنا؟ هل تعتقدين أنني غبية؟ وأخدع بسهولة؟ لا أفهمك. لم تذهب اليوم إلى الحديقة؟ بل ذهبت. لا تكذبي، اعترفي أنك كنت مع ذلك الشخص. لا، كنت في الحديقة ولعبت مع الفتيات. مارو، اعترفي. كيف
علمت بهذا؟ إنها نظرات عينيك، لقد فضحتك. والآن حدثيني، هيا. حسناً، ولكن عديني أولاً أنك لن تخبري أختي. أعدك. لقد دعاني إلى شرب الشوكولا. وقبلتي؟ نعم. مع أنك تعلمين أن هذا التصرف خطأ، ولا يجوز قبول دعوة رجل غريب. أعرف هذا وأحفظه جيداً، لكنه شخص طيب، صدقيني. حسناً مارو، أنا سأتصرف. ميلي، هل ستبلغين السيدة كارمين أو الآنسة جينيت؟ أخبريني. لا، اسمعيني، سأقابل هذا الشخص. سأذهب معك؟ لا، وحدي. أرجوك يا عزيزتي. لا، بل وحدي. هيا. لا تقلقي، سوف نقنعها، انتظري لحظة. حسنا. كنا نتحدث عنك. عني؟ نعم، كنا نقول إن عليك متابعة القصة. نعم يا ميلي، تابعي رواية الحكاية. مارو، تتهربين. ميلي. مارو، أين توقفنا؟ ما بك؟ إنها المرة الأولى التي تنسين. ما المشكلة؟ لا، ليس هناك مشكلة. أنا أعرف، لقد توقفنا عندما ظهرت مور ما اسمها؟ مورغانا. صحيح، ومورغانا سألت المرأة الشريرة عما تريده منها، وهنا توقفنا. تذكرت، مورغانا هذه هي سيدة الشر الكبيرة. المهم أن نعرف ما ستفعل، تابعي. حسنا، المرأة الشريرة تحدثت إلى سيدة الشر. يا سيدة الشر الكبيرة، لقد دعوتك وكل أمل أن تأتي لتحضري حفلة زفافي. ماذا؟ ستتزوجين؟ عمري 320 سنة. أجل، هذا العمر المناسب للزواج. ومن هو عروسك؟ سيدتي، أخشى أن يفاجئك سماع اسمه، ريفراف. لكنه رجل محترم وذو قلب طيب. أعلم أن لديه بعض العيوب، لكني سأجعله يتغير، سوف يصبح شريرا حقيقيا. حسنا، هذا الأمر يخصك وحدك. إذا كنت تعتقدين أنه زوج جيد، سأحضر الحفلة. شكرا لك. ومتى تنوين أن تقيمي حفلة العرس؟ الحفلة غدا، وبعدها سننطلق معا إلى كوكبي. وقبل هذا لدي عمل مستعجل، سأتخلص من الفتيات المزعجات.